إذا وأخيرا رح نختم ونتوج جميع دروسنا بال HTML CSS و JavaScript بفيديو أخير رح يكون عم يلخص جميع ما درسنا. رح يكون فيديو عملي، فيديو طويل، لحاول قدر الإمكان اختصر، ولكن ما بوعدكم بهذا الشيء، ما بوعدكم بالاختصار، لأن في معادلة لازم نحققها بهذا المجال يلي هي جودة الشرح، جودة الدرس، المعلومة الصحيحة، وأنه تقدروا تدرسوا، تقدروا تتابعوا معي. فإذا بدي أعمل فيديو قصير من نوع تعلم HTML أو صمم موقع خلال 30 دقيقة، ما بتصور أني أقدر أشرح لكم بالشكل الجيد خلال 30 دقيقة أو ساعة، حتى ممكن يكون أكثر من ساعة الفيديو، لأن عادة بالحياة العملية لما بكون عم أشتغل ويب سايت، أقل ويب سايت بيستغرق معي شغل من 5 أيام لأسبوع وبتصل ل10 أيام. فمن غير المنطقي أني أنا أشتغل ويب سايت علمكم كيف تشتغلوا ويب سايت خلال ساعة. فبتوقع أنه يكون الفيديو طوله من 2-3-4 ساعات ممكن، ولكن إذا كان بهذا الطول رح نقسم هذا الفيديو. لذلك كونوا مستعدين، جهزوا الورقة والقلم، مهمين جدا، جهزوا الورقة والقلم، جهزوا كمبيوتراتكم، افتحوها، نزلوا برنامج براكتس يلي رح نشتغل عليه، كروم رح نستخدمه أكيد، شو كمان رح نشتغل على الفوتوشوب، اوكي رح نعمل لاي اوتينج على الفوتوشوب. بامكانكم تختاروا اي برنامج، ممكن نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل لاحقا مو بالمقدمه، ولكن بيهمني اكيد البراكتس، بيهمني يكون عندكم الكروم لحتى نقدر نتابع مع بعض. هلا الاول، فالاول نبدا لحتى نكون متفقين ولحتى نشتغل مع بعضنا بالشكل الصحيح، لازم نكون متفقين على عده نقط. اولا هذا الفيديو مجاني، ولح يبقى مجاني اكيد، ومثل ما بتعرفوا دائما بالقناة عندي كل شيء معادات للرأسمالية، مو السامية، معادات للرأسمالية. رح نعادي دائما الرأسمالية، ورح يكون دائما فيديوهاتنا مجانية وعم تخدم العلم، تخدم المعلومة. ولكن هو مجاني بالنسبة لكم، أما بالنسبة لي فهو لا، أبدا ما هو مجاني، لأنه هو عم يأخذ أولا من وقتي، من جهدي، ومن وقت ممكن أنا أني أشتغل فيه شغل خارجي لأشخاص ممكن أو لزبائن. فلذلك خطر ببالي فكرة، صراحة مو خطر ببالي، أحد الأصدقاء طرح علي فكرة أنه ليش ما نقترح على اللي عم يشاهدوا الفيديو عدة طرق لحتى تعبت هاي إيدي، ليش ما بنقترح عدة طرق لحتى تشاركوني بطريقة معينة موضوع الدفع يلي هو في 3 طرق رح تلاقوهم بالديسكريبشن عنكم، رح يكونوا موجودين جاي سيارة؟ لا، في 3 طرق رح تلاقيهم موجودين عنكم بالديسكريبشن يلي هن: اول شيء في عنكم حساب الباي بال، عندي انا يعني حساب الباي بال، بتقدروا تدفعوا عليه مشاركة بسيطة ممكن تكون، حسب كل واحد، حسب شو بيلاقي الفيديو فادو او شو استفاد منه، شو استفاد من هذا الفيديو ممكن. هلا يلي ما بيقدر، ما عنده القدرة لهذا الموضوع، أكيد ما في مشكلة، في صفحة رح تكون موجودة، هاي الصفحة رح أحط فيها إعلانات من جوجل، أوكي؟ بإمكانكم إذا أنتم مو قادرين تدفعوا، في بإمكانكم تخلوا جوجل نفسه يدفع لي، بمجرد أنه تضغطوا على إعلانات جوجل يلي موجودة على الإعلانات الأدسين يلي رح تكون موجودة بهاي الصفحة، رح يتحول لمبلغ معين بنهاية الشهر أو بطريقة معينة، رح يتحول مبلغ، ما رح يكون كبير، ولكن على الرقم الكبير نوعا ما أتمنى للكليكات ممكن أنه يكون رقم جيد. الطريقة الثالثة، خلال الفيديوز رح بتلاقوا فيه إعلانات، هاي الإعلانات رح بتكون حوالي كل 15 دقيقة في إعلان، ممكن كل 10 دقائق وكل 15 دقيقة في إعلان، لحاول ما أكثر الإعلانات. بإمكانكم بكل بساطة أنه تضغطوا على هاي الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديو أو ممكن بطريقة معينة، تمام؟ إذن بعد ما اتفقنا على هدول النقاط الثلاثة، وأتمنى أنه يكونوا واضحين وما أكون تقيل دم عليكم، وبعتقد موضوع بسيط جدا. بعد ما اتفقنا على هدول النقاط الثلاثة، في هلأ نقطة أنه
لحتى تماما تفهموا علي شو عم نحكي. فنحن بحاجة لحاشتغل أنا هذا الفيديو نوعا ما بسرعة، بيسموها هم بالألماني relative schnell، يعني بسرعة مرتبطة. أشتغل نوعا ما بسرعة، لأن كل التفاصيل وكل الأمور اللي نحتاجها نحن أخدينا من قبل بالفيديوهات السابقة. فمن غير المنطقي شخص عم يدخل هلأ بده يصمم موقع انترنت يكون مضطر انه يستنى شخص ما درس الدروس السابقة. فلذلك لح سجل هذا الفيديو، لح يكون عم بعطي هذا الفيديو نوعا ما بسرعة، معتمدا على انه الشخص اللي عم يشوف حاليا هذا الفيديو، مو هذا بقصد تبع الديزاين، اللي عم يشوف هذا الفيديو لح يكون درس السلسلة الاولى على الاقل من دروس ال HTML. اوكي، هلا يلي ما درس الدروس يا ترى ما رح يفهم؟ لا، رح يفهم الدروس، رح يفهم سوري الدراسات، رح يقدر يطبق، ولكن ما رح يقدر يتعلم كيف يعمل ويب سايت ثاني. رح يقدر يشتغل هذا الويب سايت اللي انا عم اشتغله فقط، وانما ما رح يقدر يتعلم كيف يعمل ويب سايت اي ويب سايت بالعالم. وهذا هدفنا بالنهايه، يعني ما هدفي انا انك تشوف انا شو عم اشتغل، الموقع اللي عم اشتغله عم صممه، وانك تصمم مثله، ما هدفي هذا الموضوع. وانما هدفي انك تكون قادر تشتغل اي موقع انت بيجيك، لحتى بالنهاية تحصل على عمل. هدفنا انك تحصل على عمل بمهنة الويب ديزاين، بمهنة الويب ديزاين بدي اقول جرافيك ديزاين، لا نحن عم نشتغل انك تحصل على عمل بمهنة الويب ديزاين. فما فيك تحصل على عمل وتروح على الشركة وتقول له انا بعرف اشتغل نوع واحد من الويب سايتس اللي هو الوان بيج. طبعا الشيء بالشيء يذكر، نحن اللي رح نشتغله هو وان بيج ويب سايت، رح يكون في ربط لصفحات تانية، ولكن التركيز الاكبر رح يكون على الصفحة الرئيسية. لما رح ننتهي من الصفحة الرئيسية ممكن انه نضيف نحن صفحات تانية. اذا رح نستخدم HTML CSS JavaScript، رح بيكون درس سهل جدا للي درس السلسلة الاولى من ال HTML، ودرس ايضا بدروس ال CSS رح بتلاقيهم كمان موجودين عندكم بالدسكريبشن. بالدروس ال CSS رح يكون درس الميديا كويري، لانه رح نستخدمها بعدين لما بدنا نعمل الويب سايت للموبايل. اذا بكفي مقدمة، جهزوا مثل ما قلت لكم رح نشتغل وان بيج ويب سايت، جهزوا براكتس لكروم وحاولوا انه يكون، شوفوا سيارة الشرطة ما احلاها هون راح. وخلونا نبدأ، افتحوا كمبيوتراتكم، بتمنى انه تهتموا كتير بهي المقدمة اللي حكيتها وخاصة بالجزء الاول. طيب كمان نقطة اخيرة، انا عادة ما بذكرها بالفيديوز ولكن هون رح اذكرها بهذا الفيديو، لان فعلا رح يكون فيديو رح اتعب عليه، رح يكون رح ياخذ كتير من وقتي، فلح اذكر هاي النقطة يلي هي حاولوا قدر الامكان تعملوا شير لهذا الفيديو، تعملوا سبسكرايب، لان لما رح بيكون في نتيجة جيدة فانا رح اتشجع اكتر لاني اعمل نوعية اكبر من هاي الفيديوز. الفيديوز اللي دائما الدروس اللي دائما اللي بسجلها هي اكيد بتاخذ من وقت، ولكن بتكون اقصر من هذا اللي رح اعمله اقل احترافية. هذا الفيديو رح يكون كتير احترافي وسيفيدكم جدا. طيب اتفقنا، جاهزين، خلونا نبدأ بدرسنا، بالتوفيق، باي باي.